يقول إنني أحفظ سورا من القرآن الكريم، وإذا انتقلت لحفظ السورة الأخرى نسيت التي حفظتها، هل علي إثم إذا نسيت أي سورة بعد حفظها؟ ليس عليك إثم في النسيان، لأن النسيان ليس باختيارك، ولكن عليك بمحاولة حفظ القرآن والإكثار من تلاوته، وإذا لم تستطع الحفظ فإنك تقرأ القرآن من المصحف وتكثر من التلاوة من المصحف، وهذا يكفي والحمد لله. وإلا أنك تحفظ سورا قصارا تصلي بها صلاة الفريضة، وأما ما زاد عن ذلك فإنك تقرأ من المصحف ما دام أن الحفظ يشق عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.